رسالة الإمام السالمي إلى الشيخ سليمان الباروني كانت داعية إلى الوحدة وطرحت عددا من النقاط. الأخت أم عبد الوهاب تريد توضيحا لنقطة وردت فيها، وأيضا الأخ سعيد الضياني يريد أن يقول هل يمكن أن تجعل هذه الرسالة محور بحث أو مشروعا يطرح في المؤتمرات الإسلامية التي تعقد هنا وهناك. على أي حال، بالنسبة إلى ما يتعلق بقول الشيخ، الاتحاد ممكن أقل مستحيل عادة، إنما هو ناجم عن نظرته إلى الواقع الذي كان يعيشه. فبالنظر إلى الواقع وما وجد من التعصب البالغ في الناس حتى صاروا يجعلون موروثاتهم الفكرية ولو لم يكن عليها دليل قط من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضايا مسلمة، بحيث يحور القرآن ويخضع حتى يتفق مع هذه المواريث، النظر في هذا الحال هو الذي يدعو إلى أن يقول القائل بأنه يستحيل عادة، أي مع هذا الواقع الذي نعايشه ونراه بأبصارنا ونسمعه بآذاننا، ولكن مع ذلك ممكن أقل. إذ لو شاء الله لهدى الناس جميعا، الله تعالى على كل شيء قدير، ولم يأتي نص في كتاب الله تعالى يدل على أن الله تعالى قضى أن تتفرق هذه الأمة وأن لا تتحد، لا، لم يوجد نص كذلك، وإنما العادة ترجع إلى ما يلمسه الإنسان، ما يبصره بعينيه وما يسمعه بأذنيه وما يعايشه في حياته. أما بالنسبة إلى سؤال آخر متعلق بالرسالة، هل يمكن أن تكون هذه الرسالة محور بحث؟ وجد ذلك، هناك على أي حال مراسلات كانت بين العمانيين وبين غيرهم فيما يتعلق بالوحدة الإسلامية، منها رسائل صدرت من الإمام محمد بن عبد الله الخليلي إلى الملك سعود بن عبد العزيز، فيها دعوة إلى السعي لتوحيد الشمدي ورعب الصدعي ولبن كلمة الأمة. كذلك عندما شأن تكون هذه الرسالة محور بحث، وجد ذلك، هناك على أي حال مراسلات كانت بين العمانيين وبين غيرهم فيما يتعلق بالوحدة الإسلامية، منها رسائل صدرت من الإمام محمد بن عبد الله الخليلي إلى الملك سعود بن عبد العزيز، فيها دعوة إلى السعي لتوحيد الشمدي ورعب الصدعي ولبن كلمة الأمة. كذلك عندما شبت نار الفتنة في الحجاز وقامت الحرب على ساقها بين أشراف مكة والملك عبد العزيز، كان من عناية العمانيين أيضا بذلك أن صدرت من هنا رسالتان، رسالة من الإمام من الإمام محمد بن عبد الله الخليلي للشيخ سليمان باروني، فيها دعوة إلى المسارعة باسم العمانيين، مسارعة إلى تقريب ما بين الطائفتين المتحاربتين، بحيث يقوموا بما أرشد إليه القرآن من الصلح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولا سيما أن ذلك يمس الأمة جميعا بسبب أن الحرب تدور حول بيت الله الحرام. ورسالة أخرى صدرت من السلطان تيمور من فيصل إلى الطائفتين، وفيها تخويل أيضا للشيخ سليمان باروني أن يقوم باسم العمانيين جميعا من أجل رأب الصدع ورفع الفتق ولم الشعث وتوحيد الكلمة. هذا مما يدل على عناية الجميع بما فيه جمع شمل الأمة. وهذه الرسائل بحثت في بعض المؤتمرات، أنا أعتقد أن مؤتمرا انعقد في المملكة المغربية تحت إشراف الإسسكو، المنظمة الإسلامية العالمية للثقافة والعلوم، وشورك من قبل بعض العمانيين بشيء من البحوث وببحث، والبحث تناول هذه الرسائل فيما أحسن، وإن كان تناول هذه الرسائل بالتحليل يحتاج إلى أكثر من بحث.